ما يتصورش، لان كما شرتي ليه مدينه القنيطره كتبقى مهد هذا الرياضه هذه في الوقت اللي يعني الشرارات الاولى بدات انطلقت من هنا. فرحنا بزاف، بدات من عمالة مدينة القنيطرة احتفلوا بنا واحد الاحتفال كبير اللي كرم هاد الوليدات كاملين. كان في الاول في السنوات اللي فاتت يقتصر على وليدات مدينة القنيطرة، اليوم نحتفل بالمنتخب كامل، وهذا تيدل ان اللعبة انتشرت في المغرب. لاعبين من جميع المناطق، الحمد لله شفنا من طنجة، من تطوان، من سطات، من المحمدية، من اكادير، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا تيدل على التضحيات اللي قاموا بها الناس اللي هنا في مدينه القنيطره، لا رؤساء لا مدربين ولا الاعلاميين كذلك. وبالمناسبه نوجه لكم تحيه زعما من القلب لقناه الفجر، ساعدتني بزاف في يعني في انتقاء اللاعبين والمتابعه، وفريمون كان عندي اتصال بالزميل عمر شباخ وبزاف ديال العناصر معكم اللي صراحه تعاونوا معايا صراحه، لانه كتعرفوا لا بروسبكسيون صعيبه، لا ديتيكسيون، والدليل تتشوفوا انه تنحاولوا ما نظلموا حتى شي واحد. واليوم كذلك المجتمع المدني، رؤساء ديال الفرق مدينه القنيطره داروا معنا واحد الاحتفال خاص، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. تنتمنوا اننا نكونوا في المستوى. المنتخب الوطني كيبصم على مشاركات طيبه، اليوم يتربع على عرش كرة الصالات العربية والإفريقية، كلكم متبعين الإمكانيات المرصودة من طرف الجامعة الملكية. أنا بالنسبة لي هذه الله البداية، القادم هو اللي صعيب وهو المهم، التكوين، الفئات، البطولة، باش إن شاء الله نحافظوا على هذه المكاسب ونرتقيوا المراتب الأولى عالميا. فاحنا متفقين أنه هذا محفل عالمي فيه لميور لو موند، هنا ما كاينش فريق صغير او كبير، ما كاينش يعني مجال للخطا، لي ديتاي الجزئيات هما المهمين. الجزئيات الصعبه للاسف كيسميوها الاخرين الجزئيات البسيطه، ما كايناش شي حاجه جزئيات بسيطه. فهذوك لي ديتاي اللي خصنا نخدموا عليهم في هاد الشهرين اللي بقات، تربصات، لياقه بدنيه، لياقه ذهنيه، تقنيه، ثم يعني جميع ما يتعلق بالكره، باش نكونوا في الاوج ديال العطاء ديالنا، باش على الاقل نبصموا على احسن مشاركه ديالنا في المشاركات السابقه، ولما لا التاهيل ان شاء الله للدور الثاني. فبالفعل هناك بالنسبه لي تشريف وتكليف في نفس الوقت، الحمد لله ولفت على هذا الجو هذا. لا تعقل السي عمر، مشينا لافريك دو سود وحنا هاد الدراري كانوا صغار، وانا اول تجربه، وانت كتعرف كيفاش دايره لافريك دو سود بالنسبه للمغرب، صعوبات كثيره غير يعني توجد مكان للتدريب، والحمد لله تغلبنا على ذاك الضغط وفزنا بالكاس تما، واليوم كذلك اكدناها اننا فزنا بالكاس في مصر. الحمد لله احنا تجاوزنا هاد المراحل ديال الضغوطات. لو بلوز امبورطون عندنا هو لا بيرفيكسيون، كيفاش نكونوا تكنيكمون في المستوى. هاد المسائل كلها كتكون حوافز تشجيعيه لينا باش نحاولوا نعطيو كل ما في وسعنا ان شاء الله باش نكونوا في المستوى المطلوب في كاس العالم. لا هو دائما الباب مفتوح، حنا تنعرفوا اللاعب يعني التقييم ديالو الحقيقي هو داخل رقعة الملعب. فاليوم حنا فرحانين وهما بحال خوتي وبحال وليداتي، ولكن الملعب هو اللي تيحكم. الا كان شي لاعب هنا غادي يتهاون فاوتوماتيكمون غيفقد المكانه ديالو داخل المنتخب، ولا كان شي واحد برا المنتخب تيجتهد فان شاء الله راه المكان ديالو مفتوح. فانا من يعني المدربين اللي تيامن بالعطاء الحالي والاني للاعبين، وانتم شفتوا مشينا بلاعبين محليين وجاب الله التيسير، وكان عندنا مجموعه اللاعبين المحترفين اللي تتعرفوهم اللي غيلتحقوا بنا، وبالمناسبه غادي يخلقوا واحد الجو ديال التنافسيه كبيره، وهذا الشيء في صالح المنتخب الوطني. فان شاء الله غادي تكون الثالثه ثابته باذن الله. شكرا.